تستغل الفرص، الكرة تعود الآن لمسقط، هذه أخطر، هذه أخطر، خطيرة، جول جول أول لمصلحة فارس العاصمة. أخيرا نادي مسقط يسجل، نعم، بقدم المهاجم النيجيري الحسن موتريلا اللي يحتفل بالطريقة الأفريقية، يسجل هدف الأسبقية، ويا له من هدف غال وثمين، يا له من هدف غال وثمين لمصلحة نادي مسقط. يسجل الآن بقدم الحسن موتريلا، الحسن موتريلا يأتي، نعم، بالهدف الأول لنادي مسقط. لاحظ الكرة الأمامية، التمريرة الممتازة، العرضية من كويات، والمتابعة من الحسن. الحسن يحسن استغلال الكرة الماضية ويسجل هدف الأسبقية لمصلحة فارس العاصمة. تمريرة رائعة وعرضية أروع ومتابعة في قمة الروعة بهدوء كانت من الحسن موتريلا، وضعها في شباك سعيد السناني. تهادت تهادت وسكنت شباك سعيد السناني.